مشاهدينا، الفن يحمل رسالة محبة وتسامح بين شعوب العالم، ومن هذا المنطلق يحرص مبدعو الإمارات على توظيف إمكاناتهم وقدراتهم المتنوعة في سبيل نشر ثقافتهم الأصيلة في شتى بلدان ومدن العالم. صحيح دينا، هذا ما قامت به مؤخرا الفنانة الإماراتية عزيزة الحساني التي شاركت في معرض فوكس آرت فير الذي أقيم في متحف اللوفر بباريس، وعرضت فيه لوحاتها الفنية المتنوعة التي تنبض بالتراث والأصالة الإماراتية لتعرف العالم إلى عادات وتقاليد وتاريخ وتراث الإمارات الأصيلة. إذن وحول مشاركتها في المعرض العالمي بمتحف اللوفر في باريس، نرحب معنا في الاستوديو بضيفتنا الفنانة الإماراتية وأول مهندسة إماراتية بوظيفة ميدانية في فريق أدنوك الخاص بالمصادر غير التقليدية، عزيزة الحساني. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا. يسعد صباحك حبيبتي، وأشكركم شكر جزيل وطاقم العمل على استضافتي في هذا البرنامج المتميز هذا الصباح. طبعا احنا جايين لكم هالمره بانجاز عالمي، ويشرفني جدا تواجدي معكم في هذا البرنامج الرائع والمتميز. نعم فعلا، يعني هو انجاز عالمي قمت فيه، شاركتي في بدايه هذا الشهر في معرض فوكس ارت فير الذي اقيم بمتحف اللوفر بباريس. اطلعينا اكثر عن هذه المشاركه. طبعا هذا كان من بين الاحلام اللي حلمت فيها قبل وانا صغيره، وتحققت طبعا بالجد والاجتهاد والاستثمار استثمار كامل في طاقه، وكرست طاقتي طبعا في المجال الفني. طبعا هذا كان من بين الأحداث اللي صارت لي وكانت جدا مهمة لي، ومن بين اللوح اللي حبيت أقدمها وهي لوح مرتبطة في عادات وتقاليد الإماراتية، وكان هاي من بين اللي أسميهم ماستر بيس اللي هي حبيت أعرضهم في معرض اللوفر. طبعا مثل ما نحن عارفين أن الفن هي لغة عالمية، صحيح. وأنا حبيت أن أوصل رسالة من خلال لوحي اللي عرضتها في فوكس فير آرت في باريس في اللوفر، وكان في إقبال جدا كبير على لوحة اللي قدمتها، لوحة ماضي من ذهب. لوحة ماضي من ذهب من بين اللوح اللي حبيت يعني أبين فيها بساطة الماضي والتراث اللي نحن جينا منه، وهذا التراث اللي رباني على كيف أني أجتهد وأبذل قصارى جهدي إن أرد جميل بلادي. وطبعا مثل ما شفتي إن يعني أوصل لهم رسالة نحن وين كنا، وين كانت بساطتنا، لكن هاي الماضي كان ذهبي. طبعا هاي بين اللوح جدا عزيزة على قلبي وتفتخرين فيها، وأفتخر فيها طبعا، ولها معنى عميق جدا، لأن قيمة الماضي الإماراتي لا تتغير ولن تتغير، وحبيت أنقل هالشيء معايا لمعرض فوكس فير آرت باريس. وإلى جانب هذه اللوح، تفضل أخوي. يعني أولا شيء جميل أنك أنت المشاركة الوحيدة من الشرق الأوسط كامل في متحف اللوفر هناك في فرنسا، كانت إحدى أيضا لوحاتك عين الصقر، من اللوحات اللي عرضتيها في معرض فوكس آرت بمتحف اللوفر باريس. كلمينا عن عين الصقر. طبعا مثل ما قلت وأعيد وأكرر على هالشيء، نحن سفراء لبلادنا كفنانين طبعا، فأنا حبيت أبين من خلال فني بعد الرابط القوي وتعزيز القيمة الإماراتية، وأبين طبعا الرابط القوي بيننا وبين فرنسا اللي هي استضافة هذا الحدث. فعين الصقر هي تبين الرؤية المستقبلية لدولتنا الحبيبة، اللي هي طبعا الرؤية المستقبلية في المجال الفني والثقافة وتبادل الثقافات وغيرها من العلاقات المستقبلية، اللي نحن كفنانين حابة بعد أني أكون لي بصمة في هالشيء. فهي تبين أن يعني أن الصقر أن يتطلع إلى الغرب، والغرب هو اتجاه فرنسا، والصقر بنفسه هو دولة الإمارات،
وعين الصقر فيها رؤية عميقة جدا لابتداء من والدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه وإلى قادتنا اللي هم دائما يسعون إلى تقوية الروابط دولة الإمارات العربية مع الدول العالمية. فطبعا هاي اللوحة جدا بسيطة لكن معناها عميق وتبين أيضا يعني بألوانها اللي هي مستوحاة من ألوان علم الإمارات وعلم الفرنسي طبعا، ونحن يعني اندمجنا معاهم باللون الأحمر والأبيض، وطبعا هذه يعني معاني رمزية بالفن استحبيت استخدمها بحيث نعكس هذا الرابط القوي بين دولة الإمارات وفرنسا طبعا. نعم، شكرا كثير لك ولتواجدك معنا، وطبعا شفنا لوحاتك كلها على الهواء اللي تحدثت لي عنها، ونتمنى لك كل التوفيق. استشعار بالمسؤولية الحين عزيزة دون كونت شاركتي في اللوفر. أكيد طبعا، نحن سفراء لبلادنا كفنانين، فطبعا هاي مسؤولية كبيرة. بالتوفيق. كل التوفيق طبعا على كل فنان. نعم، نشكرك عزيزة الحساني على تواجدك معنا، فنانة تشكيلية إماراتية بوظيفة ميدانية في فريق أدنك الخاص بالمصادر غير التقليدية. شكرا لك. شكرا جزيلا.